السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم من جديد. تعرض الدولي الجزائري يوسف عطال إلى التواء على مستوى الركبة في مباراة فريقه نادي نيس يوم أمس في الدوري الفرنسي ليغا أمام نادي ميتز. وغادر الظهير الأيمن الجزائري أرضية الميدان مباشرة متأثرا بهذه الإصابة والتي سيجري بسببها عملية جراحية في الساعات المقبلة. ومن المتوقع أن يغيب يوسف عطال عن الملاعب لفترة طويلة بسبب هذه الإصابة الخطيرة التي تعرض لها يوم أمس. وكان عطال يريد مراوغة لاعب ميتز قبل أن يضيع الكرة، حيث تعرض اللاعب إلى التواء على مستوى الركبة جعلته يغادر الملعب فورا. وبهذه الطريقة يكون يوسف عطال قد ضيع للأسف فرصة الالتحاق بأحد النوادي الكبيرة، خاصة وأن مورينيو كان يعتبره من أولوياته في الميركاتو الشتوي الذي سيفتح بعد أيام لجلبه إلى توتنهام. كم يحزن سماع مثل هذه الأخبار في يوسف عطال، هذا اللاعب الشاب والذي دائما يراوغ بطريقة رائعة ومندفع دائما ويعطي كل ما لديه على أرضية الملعب. هذا اللاعب الذي نجا من إصابة كبيرة في مباراة الجزائر بوتسوانا، ها هو اليوم يتعرض لإصابة خطيرة على مستوى ركبته، سيجري بعدها عملية جراحية هي الثانية بعد العملية الجراحية التي أجراها على مستوى كتفه بعد إصابته الخطيرة في مباراة كوديفوار في كأس أمم إفريقيا 2019. فنحن بدورنا أسرة أخبار رياضة اليوم نتمنى للمتألق يوسف عطال أن يقوم بعد هذه الإصابة الخطيرة أقوى مما كان، وأن لا تؤثر على مستواه الكروي، وأن تكون هذه العملية الجراحية بردا وسلاما عليه إن شاء الله. فنحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتواصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.